العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين والغر المحجلين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا غريبا قضى بالسم منفردا، أصم الأبكى الأعادي وأصم الإنس والجان. فهل درى البيت بيت الله أن هدمت منه عتاة بني العباس أركانا؟ وهل درت هاشم أن ابن سيدها قضى غريبا مروع القلب حرانا؟ وهل درت يثرب ألوت نظارتها وسامها الدهر بعد العيز نقصانا؟ وهل درى من به كوفان قد فخرايت بمن طوى من فخار في خراسان؟ وهل درى الكارخ ما في طوس من نوب جلت وقوعا وما منها الرضا عانا؟ وهل درى من بسامراء أن غدرت أعداؤهم بالرضا ظلميا وعدوانا؟ فلتبكه الأرض حزنا والسماء دما والإنس والجن والأملاك أشجانا. يا عين على الرضا صب الدمع دم،
يا عين على الرضا يا صبي الدمع دم عزيز الروح بفراش المرض تم خلص قلبا يا بنينا وما رد السم سقط من ساعة ومدد الرجل سقط من ساعة الله أكبر ويلي على فراشي المرض قلبه تفطى والنونين طر قلبي الصخر طار وعلى صوبي المدينة ما يدي اليمين ولي شبح عنا ونظر صوبي المدينة جنة يومي عليها يا بني جنة يومي عليها يا بيمين لن ابنا يا وصليه بونينا هو فوق يحب راسه وليده ويلي هو فوق الجواد بقلوب ملهوم يقل ويدمع بالخايا دي مدروب يا ابويا موتكم بسيوم بسموم وسيوف ولا عبد ما تواسيكم الطيبين ويلي ومن عاين الحال الرضا محمد حبيبه احنا عليه نوح بدموع سكيبه احنا عليه قبل يا ويصيح يا ويلي احنا عليه قبل يا ويصيح يا قلبي مثل قلبك يا ابويا من الحزن ذا لحد يا ابويا سمك الفاجر المرتاب ويلي لا راقب الباري ولا الهادي حبيبا واسفى يا ابويا بلد غربة سامينك قوم الاعادي فرقوا بيني وبينك والله يا ابويا ذاب قلبي من ونينك خليت ضلعي من حني يا نور طيب لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
روي عن سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام أنه قال: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. طيبوا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. العقل هو الحجة الأخرى لله سبحانه وتعالى على الخلق والعباد بموازاة ما جعل الله من حجة للرسل والأنبياء على العباد. هو النعمة الكبرى التي وهبها الإنسان وهبها البارئ عز وجل لعباده، الطاقة الفكرية التي من خلالها يحسب الإنسان حسابا للأشياء بكل دقة، ويستطيع من خلال هذا النور ومن خلال هذه الموهبة الإلهية أن يميز بين ما هو صحيح وبين ما هو خاطئ، بين ما هو خير وما هو شر، بين ما هو صالح وما هو طالح، بين ما هو حق وما هو باطل. من استفاد من عقله في الدار الدنيا في طريق الخير استطاع أن يجعل لنفسه مقاما ومنزلة عظمى في الدنيا، وبالتالي لا شك سيكون له المنزلة المميزة كذلك في الدار الآخرة. أن بقدر ما يستفيد الإنسان من عقله في الدار الدنيا سيكون له الثمرة الطيبة أيضا في موازاة ما يحصل عليها ويعمل به في الدنيا، أيضا تكون الثمرة العالية في الآخرة. مهم جدا أن يصادق الإنسان عقله ويجعله مرشده في الأمور ومستشاره في الأشياء وقائده ليدله على الطريق الصحيح. من استفاد من عقله في هذا السبيل كان من الناجحين والفالحين دنيا وآخرة، ومن لم يستفد من عقله أبدا كان من الخاسرين، أو استفاد من عقله بصورة مغلوطة في طريق الشر والعياذ بالله فذلك مصيره في الدنيا وفي الآخرة مصير مؤلم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في حكمته البالغة وكل حكمه بالغة يوجه أنظارنا إلى أهمية العقل. صديق كل امرئ عقله وفي المقابل عدوه جهله. نحن بحاجة إلى هذا العقل أن نستفيد منه لننجو، خصوصا في الأمور التي يكون فيها نوع من المغالطات وفيها ما فيها من الخداع وفيها ما فيها من الزيف وفيها ما فيها من المكر والخبث. نحن هناك بحاجة إلى إعمال العقل وإلى الاستفادة من أكبر ما تكون الاستفادة.
حتى نقف على أهمية ذلك، يمكن أن نضع هذه الصورة الجميلة التي وصلت إلينا من سيرة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أمامنا لنتعظ ولنعتبر في هذه الحقيقة، أننا في علاقتنا في الدار الدنيا ينبغي أن نحذر كل الحذر من أبناء الدنيا، فأبناء الدنيا لا قيم ولا مبادئ ولا أخلاقيات ولا ضمير ولا شرع يقودهم، أبناء الدنيا أصحاب مصالح ومطامع وغايات في الدنيا دنيئة، يتوسلون من أجل الوصول إلى غايتهم بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، ولا يهمهم أن يدوسوا في طريق الوصول إلى غايتهم على أجساد الناس أو يسفكوا دماءهم أو ينهبوا أموالهم أو يهتكوا أعراضهم أو يفعلوا كل ما يفعلوا بالغير، المهم هو الغاية، وكما يقول قائلهم الغاية تبرر الوسيلة، هذا الكلام الخاطئ وغير الصحيح بلا شك، الغاية لا تبرر الوسيلة، هناك موازين، هناك ضوابط، هناك قيم، هناك أحكام شرعية ينبغي الانقياد التمسك بها والانقياد مع والانضباط بضوابطها، وإلا أصبحت الأمور في حال كحال ما يعيشه الحيوانات في الغاب والعياذ بالله من ذلك. فيما يتعلق بسيرة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وفي العلاقة بينه وبين المأمون العباسي، انخدع كثيرون بما فعله المأمون العباسي فألقوا عليه مجموعة من الصفات وأعطوه مجموعة من الألقاب ووصفوه بمجموعة من الأوصاف التي لا تليق به ولم يكن هو لها بأهل. احنا لما نجي اساسا الى دولة بني العباس من الاساس دولة بني العباس قامت على الخداع وقامت على السيف وقامت على المكر والخبث وسفك الدم الحرام، هذا الذي نعرفه من خلال سيرة الخلافة العباسية وخلفاء بني العباس. طبعا العباسيون استغلوا واستثمروا حالة النقمة الموجودة في نفوس الناس ضد دولة بني أمية، بنو أمية لا أحد يدافع عنهم ولا أحد يشفق عليهم في الذي جرى عليهم، إذ أن ما جرى عليهم كان انتقاما إلهيا مما فعلوه الذي فعلوه بالناس بالأبرياء لم يكن بالشيء القليل، فليس أسفا على بني أمية أبدا، لكنهم على كل حال بحسب الضوابط الشرعية فعلوا ما لا يجوز. لو كان الحاكم رسول الله، لو كان الحاكم أمير المؤمنين، لو كان الحاكم أحد أئمة أهل البيت، ما كان يفعل ما فعله العباسيون. ولهذا عدنا من ضمن أبناء الأئمة رجل عرف وهو من أبناء الإمام موسى بن جعفر وأخ الإمام الرضا سلام الله عليه، المعروف بزيد النار، زيد النار، عندنا زيد
ابن علي ابن الحسين ابن الإمام السجاد، هذا الممدوح، هذا المؤمن، هذا التقي، هذا الذي قام بثورته ضد بني أمية، والتأييد كان له من أخيه الإمام الباقر ومن عمه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا لا كلام عليه. لكن زيد الآخر ابن الإمام موسى بن جعفر عرف بزيد النار. لماذا؟ لأنه أحرق دور العباسيين في البصرة ولم يراعي لا طفل لا امرأة لا رجل كبير، يعني كان يفعل ويتصرف تصرفات غير لائقة بالمقام وغير لائقة بالحسب والنسب وغير لائقة بالوصف وغير لائقة بالدين والعقيدة. ليست هذه من أفعال وشيم أهل الإيمان وأهل الدين أبدا. بنو العباس قلت استثمروا حالة النقمة الموجودة في نفوس الناس ضد الأمويين فقاموا بثورة. شعارهم الذي رفعوه ماذا؟ الدعوة إلى الرضا من آل محمد، يعني إذا انتصروا راح يسلمون الراية الخلافة الإمرة إلى من؟ إلى الرضا من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. زين انتصروا، هزمت دولة الأمويين وانتهت دولة الأمويين، ثم بعد ذلك ماذا فعل هؤلاء؟ سلموا الخلافة، رجعوا إلى أهل البيت إلى العلويين ليقوموا بحملة انتقامية كبيرة وغريبة حقيقة وفظيعة، فيها كل ما هو فظيع ومريع. مشوا ما تركوا منكرا، ما تركوا فسادا، ما تركوا نوع من أنواع الانتقام والتشفي من أهل البيت من العلويين من أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. إلا فعلوا، قتلوهم في السجون، قتلوهم بالبناء عليهم، قتلوهم بالتجويع، قتلوهم عبر تشريدهم في البلدان شرقها وغربها. أنت الآن لما تجي تشوف خصوصا من أولاد الإمام الكاظم سلام الله عليه ومن أولاد أو أحفاد الإمام الحسن موزعين في شرق الأرض وغربها، موزعين في شرق الأرض. قول هذا الإنسان العظيم، هذا الإمام، وش جيب في هالجبال؟ وش جيب في هالجبال؟ الجواب واضح، أنه كان مطاردا ومطالبا بالقاتل، فكان يبحث عن أبعد الأماكن دين التي يكون فيها بعيد عن عيون طغاة بني العباس وأعوانهم. لكنهم تعقبوهم تحت كل حجر ومدر، وكلما وجدوا أحدا منهم قتلوه ولم يتركوا أحدا، وعادوا على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وأنت تسمع ماذا فعلوا من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى الإمام الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وكان حالهم، فهؤلاء خدعوا الناس في تأسيس الدولة وسفكوا الدم على أساس الحكم، مطالبة بالحكم والخلافة. لم تكن لديهم لا قيم ولا مبادئ ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هو كله خداع ومكر. زين يجيني النوب رجل كالمأمون العباسي يريد أن ينصب الإمام الرضا خليفة للناس أو وليا للعهد، يمكن أن أنخدع أنا بأمثال المأمون العباسي أنه صادق في مثل هذا الكلام؟
للأسف الشديد، للأسف الشديد أنت لما تجي تقول يعني هالكلمة، لما أجي أخذ كلمة الإمام الرضا سلام الله عليه صديق كل امرئ عقله، لأن العقل شوف عقل الإنسان لا يخدعه لا يغشه لا يغدر به، كل إنسان لجأ إلى عقله سيستنصح به ويستنير به، لكن هذا عقلك ما لازم تسلمه للأهواء، ما لازم تسلمه تخليه أسير تحت المطامع والشهوات ولا تحت إرادات الغير. عقلك لازم يكون حر، لازم يكون مستقل، لأنه إذا باع الإنسان عقله إما على أهوائه أو شهواته أو على إرادات الآخرين معناته ضاع كإنسان، انتهى. ولهذا أنت لما تجي الآن تشوف أن ما يفعله هؤلاء يعني غريب مهشكل، أنت الآن تشوف مشاهد مروعة وترى ظلما وترى قبحا وترى فسادا وترى انحرافا وترى وترى وترى، قل لأبويا أنت فلان إش علي بايع نفسك لهذا؟ إش علي مسلم روحك لهذا؟ إش علي تابع لهذا؟ ما تشوف هالشكل يفعل هالشكل يسوي هالشكل يعمل هالشكل كذا كذا كذا، كل الأمور واضحة قدامك، عندك عقل يوم عندك عقل موجود عنده وما عنده عقل، ويقول لك أنا أدري بأنه هذا الشيء غلط بس مو إياكم مو إياكم، اللي يسوونه فيكم زين. عجيب. أنا ما أدري وجه التفريق في المسألة شنو، ما تدري غير أن هناك أن هذا الإنسان في الواقع سلم عقله للآخر، عقل حقيقة ما عنده، مو هو اللي يفكر وإنما غيره يفكر وعقله يستنسخ ما يفكر فيه الآخر فتتلفظ به أو يتلفظ به اللسان. هذه المجازر المروعة اللي نشاهدها في كل يوم في كل زمان في كل مكان، ما حد يجينا واحد يدافع عن هؤلاء يسميهم مجاهدين يسميهم ثائرين يسميهم كذا يسميهم. على أي حال صديق كل امرئ عقله، المأمون لا يمكن أن يخدع فلان وفلان من أصحاب الضمائر الحرة والعقول المستنيرة المستقلة عن مطامع النفس وأهوائها وشهواتها ورغباتها وإرادات الآخرين، ما يمكن ينخدع بها. ينخدع بها من؟ فلان يجي يقول لي والله هذا المأمون العباسي كان شيعي، شلون شيعي؟ قال الدليل أنه كان يفضل علي بن أبي طالب على بقية الخلفاء. شلون كان يفضل؟ قال هالشكل مناقشات توحي مع العلماء. زين وبعد؟ قال كان يقول بخلق القرآن ويقول بتجويز المتعة، وهي كلها من معتقدات الشيعة أو ما يقول به الشيعة، يعني هذا منهم وفيهم. وفوق هذا أنه جاب علي بن موسى الرضا خلاه وليا للعهد. بويا عقلك شوية خليه يتحرر، دين ارجع إلى تاريخ المأمون العباسي ستعرف أن المأمون العباسي لا دين له لا ضمير له لا قيم لا مبادئ، كل القضية أنه أراد أن يحافظ على سلطانه وملكه، ومن أجل الملك فعل ما فعل. وحشو اقرأ التاريخ، لو أنه هذه ما تجيبها في القياس في الميزان ما تأخذ بها، أنه قتل أخاه الأمين، خلنا نقول أنه اختلف وياه على قضية الخلافة ما يخالف،
زين وأنه دارت الحرب. يا حبيبي هذا أخوك مهما كان ابن أبيك، تجي تأخذ تقتله وتجيب رأسه تعلقه على بوابة القصر وتفرض على كل من دخل إلى القصر أن يبصق في وجهه وأن يلعنه ثم يدخل، وبعد هذا تأمر بأن يطاف برأسه في أزقة خراسان، شوارع خراسان، تشفيا انتقاما. هذه شو يسميها؟ هذا يسميها دين، هذه يسميها أخلاق، هذه يسميها قيم ومبادئ، مثل. شنو؟ ليش ما يجي هذا العقل يقرأ هالمسألة؟ عقل غائب، عقل أعور، دين دين لا ينظر إلا من جانب واحد. زين تعال اقرأ تاريخه الآخر. هذا الذي قتل قائد جيشه هرثم، هرثم اللي قاد الجيوش في الحرب ضد المأمين العباسي، وفعل ما فعل، مع ذلك بعدين شنو؟ قتل هرثم، قتل هرثم، دبر عملية اغتياله وقتله. هو أراد أن يدبر أيضا المؤامرة الأخرى لاغتيال طاهر بن الحسين الآخر، واحد من قواد جيشه، هو وأولاده أراد يدمره، عائلة كاملة أراد يدمرها. زين هو الذي قتل أقرب المقربين إليه، الفاضل ابن سهل، هذا مربيه، هذا مؤدبه، هذا مستشاره الخاص، مع ذلك ما رحم، ما رحم. المعنى اللي نفهمه من كل هذا شنو؟ المعنى اللي نفهمه من هذا كله كما يدلنا عليه، يدلنا عليه العقل، أن هؤلاء ما لهم أصحاب، أن هؤلاء ما عندهم أخوة، أن هؤلاء ما عندهم مقربين. المقرب إليهم مصالحهم، ذواتهم، ملكهم، هذا خلاص، والبقية كلها أوراق وكلها وسائل يستعينون بها من أجل تثبيت الملك والسلطان وتحقيق المآرب والغايات. متى ما وجدوا أن هذه الورقة انتهت حرقوها. من اللي يشتغل صح؟ من اللي يعمل صح؟ ذاك اللي يستعمل عقله ويستفيد من عقله ويستنير بعقله. أما الذي مخلن عقله بقرطاسه وما يستفيد من عنده شيء ويخلي الآخر واللي يفكر عنه، لا. أضحي أنا من أجل من؟ أصير فداء من أجل من؟ أكون عونا لمن؟ هي لازم أفكر فيها. أما أسلم نفسي هكذا وبعد ذلك متى ما احترقت الورقة قطوها بالنار وانتهى كل شيء؟ هكذا كان يلعب المأمون العباسي لعبته الخبيثة مع المقربين إليه، ما أقول البعداء عنه، لا، مع المقربين إليه. أراد أن يلعب بنفس اللعبة الخبيثة مع الإمام الرضا سلام الله عليه، ولكن الإمام الرضا وقف سدا منيعا في وجهه، قال له أبوي العب غيرها، روح العب على واحد آخر ما يفهمك، يمكن أن تخدع كل الناس أما أن تخدع علي بن موسى الرضا فهيهات. إني عاهدت الله أني إن ظفرت بهذا المخلوع أن أضع هذا الأمر في أفضل الناس من آل أبي طالب، ولم أجد أحدا أفضل من علي بن موسى الرضا. بويا الحكي يلعب غيره، ينطلي على كل الناس لكن ما ينطلي على هذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه. هذا الإمام الرضا يقول لما صارت البيعة
عرف كيف أيضا يقابل المأمون بذكاء، لكن بذكاء في طريق الخير. المأمون ذكي، المأمون فطن، استفاد من ذكائه وفطنته وعقله في طريق الشر. الإمام في الطريق الآخر، في طريق الخير بأبي وأمي. جاب الإمام بالقوة وبالقهر، والإمام وضع نفسه ما بين أن يصفى جسديا ويقتل، وبالتالي الساحة الشيعية تخلو من داعية، تخلو من إمام، تخلو من حجة، تخلو من داعية إلى الله، وإمام يتبع وينشر الحق، وبالتالي هذا فيه مصيبة. يعني قضاء على الدور الرسالي للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا يكون. وبعد الخليفة للإمام الرضا لم يظهر للعلن بأبيه، وبالتالي كانت الفرصة يجب أن تأخذ مداها ليستفيد الإمام من هذا من هذه الفرصة، مثل ما أنه المأمون حاول أن يخادع الناس وأن يخدع العلويين وأن يخدع المقربين من الإمام الرضا سلام الله عليه، وحاول خداع الإمام لكنه لم يستطع ذلك. الإمام الرضا فعل في المقابل ما جعل المأمون بعد ذلك يندم أشد الندم على فعله. قال خليني أجيب الإمام الرضا من المدينة إلى مرو، أقربه يمي هنا وأنا أراقب حركته، هذه واحدة. الشيء الثاني، أنا لما أسلم ولاية العهد أنا أعطي لخلافتي شرعية في نظر عامة الناس وفي نظر العلويين خاصة، المقربين من الإمام خاصة، وبالتالي أنا أأمن انقلابهم ضد الخلافة وضد السلطان. هذا ما كان يفكر فيه المأمون العباسي. الإمام سلام الله عليه كان أيضا يخطط تخطيطا آخر، وهذا درس من الدروس ينبغي لكل مؤمن أن يتعلمه. لا يقول الواحد أنه أنا مجبور زين أن أتعاطى مع السلطان ومع هذا الإنسان الظالم، مجبور ومقهور بالتعاطي معه. أقول لك مجبور ومقهور ما يخالف، لكن مو على حساب دينك ولا على حساب عقيدتك ولا على حساب ضميرك وأخلاقك. أنت مجبور تتعاطى بحد الضرورة مع هذا الإنسان لتكفي شره ولتكفي غدره، لكن أن تروح وراه إلى أبعد الحدود وتصير أنت المدافع والمحامي عنه والداعية إلى وتنفذ كل أوامره وتفعل كل أفاعيله وتلعب كل ألاعيبه، لا حبيبي، هذا مقبول، هذا لا يعذر الإنسان. دخل الإمام الرضا سلام الله عليه إلى خلافة بني العباس، ما أعطى للخلافة شرعية، قال له أنا أدخل زين على شرط، ما إلي شغل بأحكامكم، ما إلي شغل أنه أجي هذا الوزير مثلا زين أقيله وهذا فلان أجي أنصبه، هذا المنصب أغيره، هذا المنصب أبدله، ما إلي شغل، هذا قانون أفرضه، هذا قانون ألغيه، ما إلي شغل بكل هذا، وإنما أكون في الأمر من بعيد مشيرا. يعني شنو؟ يعني كأنه موجود موجود لكن موجود شكلي، لا يقدم ولا يؤخر. في البداية كان المأمون مضطرا أن يقبل بذلك، ما إلى حيلة. تعلم أنه هذا مما ينبغي أن نفهم أيضا، ليس الإمام الرضا لم يقبل بولاية العهد لأول الأمر، يعني مو من مجرد أنه قالوا قال والله خوش فرصة، لا، شهران كاملان والمحاولات تتتالى على الإمام،
سلام الله عليه. شهرين يحاولون ويا الإمام يطرش الرسل بنفسه ويتكلم المأمون إلى أن عجز. آخرته هدد الإمام بالقتل، قال له شوف عمر بن الخطاب الخليفة الثاني جعل الخلافة شورى في ستة، أحدهم جدك أمير المؤمنين، وقال اللي ما يوافق من عندهم اقتلوه. هذه الرسالة ايش معناتها؟ معناتها أنه أنت إذا ما توافق تأخذ منصب ولاية العدم نقتلك. والقتل لم يكن هو الاختيار السليم والصحيح عند الإمام رضا سلام الله عليه، لذلك لم يوافق، تجنب هذا الأمر ودخل في الخلافة، لكن دخول قلت لك شكلي لم يغير ولم يبدل ولم يعطي للحكومة الظالمة حكومة المأمون العباسي أي شرعية أبدا. وفي نفس الوقت استفاد منها أساسا، استفاد من موقع، استفاد من موقع، وهنا لا أنه هو أفادها هذا الظالم ولا أعانه، وفي نفس الوقت هو من استفاد، هو من أفاد. هذا الدرس الذي ينبغي أن نفهمه أن نتعلمه من سيرة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وما أعظمه وما أحوجنا إلى مثله. بعد مدة من الزمن شاف المأمون العباسي أن الذي فعله مع الإمام الرضا سلام الله عليه كان خيارا غير صائب. الإمام الرضا قلب الطاولة عليه رأس على عقيد، قلب الطاولة عليه الإمام الرضا سلام الله عليه، هو صار صاحب الفائدة الكبرى. الإمام الرضا هو اللي صار إليه الأثر، هو الذي فتح له المجال في شرق الأرض وغربها، الناس تأتيه من كل واد من كل مكان من كل جهة تستفيد من علمه وتحمل فكره وثقافته وتحمل قيمه ومبادئه. والإمام يطرش الرسل هنا وهناك، وشعبية الإمام كلما مر الزمن تزداد تزداد. الإمام صلوات الله وسلامه عليه استفاد إذن هذه الفائدة الكبرى، ما جعل المأمون قلت بعد ذلك يندم، إلى أن قرر أخيرا أن يغتال ويصف الإمام الرضا سلام الله عليه بالتصفية الجسدية باغتياله بالسم بأبي هو وأمي. لكن بعدما الإمام الرضا سلام الله عليه استثمر ذلك خير استثمار في ذاك المكان، مو بس الإمام كان يدعو إلى الله، ومو بس الإمام كان يدعو إلى دولة الحق، ومو بس الإمام كان ينشر تعاليم الدين الحنيف والقيم والمبادئ الإسلامية الصحيحة، مو بس الإمام كان يفعل ذلك، لكن كان أيضا يدعو الشعراء من كل جانب ليرثوا عنده جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يعني هي قضية الحسين أراد الإمام الرضا لها أن تكون حية لتعرف الناس بقضية الإمام الحسين، وتجعل الحسين حيا في ضمير هذه الأمة في قلوبهم في مشاعرهم. ومعلوم أن الحسين حيا وميتا كان يرهب كل ظالم وكل طاغية، فكان كلما دخل عليه واحد من الشعراء المجيدين طلب منه أن يرثي جده الحسين، حتى دخل عليه الشاعر المعروف دعب الخزاعي فجلس عنده وأنشده قصيدته المعلومة والمعروفة
التي أبكى بها كل من كان حاضرا بجوار المأمون العباسي في قصر المأمون العباسي، والنائحة تنوح وتبكي والنائح ينوح ويبكي على الإمام سلام الله عليه. صوت الحسين يعلو، صوت الحق يعلو من ذلك القصر الذي كان مملوءا ظلما وبطشا وغيا. يرفع الإمام من داخله صوت الحق ليعلن دفاعا عن الحقيقة المر والقضية المغيبة، والذي أراد للظالمون أن تطفأ وأراد الله شيئا آخر. حضر دعمل الخزاعي عند الإمام سلام الله عليه يقرأ قصيدته على الإمام سلام الله عليه، حتى إذا وصل إلى تلك الأبيات التي يبكي فيها الحسين ويخاطب فيها الزهراء سلام الله عليها: أفاطم لو خلت الحسين بكربلا، أفاطم لو خلت الحسين بكربلا وقد مات عطشانا بشط فراتي ذيان للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. أفاطم يا ابنة الخير قومي واندبي، يا نجوم السماوات بأرض فلاتي. فلما سمع الإمام سلام الله عليه بكى بكاء مرا حتى جرت دموعه على خديه وكريمتي، كأني به ينادي: وجداه وحسينا يا تلك المصيبة التي أقضت مضجعه وأقلقت راحته وأسبلت دموعه وأقرحت جفنه وأذابت قلبه من الحزن والأسى، وجمرتها لا تطفى حتى يوم القيامة. أنا روحي فدا لك يا الذي إلى الغسل ما نال ولا الجسد منا انحمل من فوق ولا الجنازة هللت من خلفها رجال، ما حد حفر قبره ورا جثته في الكافور تربة والغسيل دمه الجاري، والجفن فصل أبو محمد بوا وقبره بقلب أخت الخذا بجمال عاري، قلب الذي خلص حياته في بواجي وحسينا
الميت إذا مات الخلق تحضر جهازه تتساعد العالم على سرعة وجازة ويصيح صايح في البلد عدكم جنازة يا سلام قوموا واكسبوا من الله الأجر فيه. لا شك أن مصيبة الحسين عظيمة، مصيبة الإمام الرضا عظيمة، مصيبته مؤلمة، ميت بالسوم قطع قلبه في دار غربة بعيد عن الأهل والأحبة، لكن هون ما جرى على الرضا ما جرى على جده الحسين. أويل مصيبة أبو محمد تخلي القلب مفطور، لكن تهونها يا مصيبة يوم عاش. كان الرضا مسموم جد بسيف منحوب ومثل البدر راس براس السمهري. بعد شوف المفارقة، كان الرضا مسموم مات بدار غربة. الحسين شلون يقول جد غريب استخرجه وبالسهم قلبه وحسينا ويلي. كان الرضا مسموم مات بدار غربة جد غريب استخرجا وبالسهم قلبه عطشان ذابت مهجته ولا ضاق شربه. ويلي حس الشمر راسه، حز الشمر راسه وشاب دم التضيع. بعد معلوم بسمات الرضا توارى بقبره، لكن تجهيز ابو السجاد تجهيز ابو سكنه ترض الخير. ويلي تجهيز ابو سكنه ترض الخير صدره. وويلاه وحسينا ما غسلوا ولا لفوا في كفن يوم الضفوف ولا مدوا عليه إعارين تجول عليه الخيل عادي. حكت له الريح ضافي ميزر ور حسين بعدك لا نعيش. إلهنا نسألك وندعوك بمحمد وآله الطاهرين اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
شيعتكم مريض من خارج القرية يحتاج إلى